آلاف من أهالي قرية المهندس أبو جلال التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية قاموا بتشييع جثمان أحد المجندين اللي لقى مصرعه في العملية الإرهابية الأخيرة اللي استهدفت المجندين في رفح الجمعة امبارح. والجنازة شارك فيها الآلاف من أهالي القرية وأسرته، يعني كانت بتقول يعني دايما سبحان الله اللي بيروحوا ضحية الأحداث دي إما يكون رايح في أجازة أو بيخلص مدة خدمته، وإنه كان مفترض الله يرحمه هينهي فترة تجنيده بعد أقل من شهر فقط، والأسرة طالبت طبعا بالقصاص العادل ليه.